اللهم لا تليق الربوبية إلا بك. اللي قاعدين يحطون الأئمة أرباب، الصدوق يروي عن الكاظم يقول اللهم أو الرضا لا تليق الربوبية إلا بك، لا ولاية تكويني ولا بطيخ، ولا تصلح الإلهية إلا لك، فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك، والعن المضاهين لقولهم من بريتك. الرضا قاعد يلعن المراجع، قاعد يلعن اللي حاطين الأئمة أرباب من دون الله سبحانه وتعالى. تعليقك يا أخي أثير على هذه الرواية. أنا أعلق أخي الحبيب التعليق الأخير وأنزل حتى ما أطول عليك وأطول على أخواني يردون يتصلون. أخي الحبيب كلامك جدا ممتاز، هذا الكلام يدل على أن الشيعة ما قاعد يقرون كتبهم، المعمم قاعد يوجههم إلى أمور ثانية. المعمم إذا قالهم روحوا اتجهوا إلى الله مباشرة، القبور راح تفضى، الفلوس راح تفرغ، يعني أنت تريد تفلسهم، يعني أنت عندك مشروع شيخ فراد وأخواننا السنة يريد يهدمون الدينار والدولار، يعني أنت غريب عجيب بأمركم. يعني منين يستفاد المعمم؟ يعني الشيخ السني يروح للجامع يسوي له درس ببلاش مجاني، ما حد ينطيه ولا فلس، مع السلامة وروح. الشيخ الشيعي ما عندنا هيك. أنا عندي هسه راح أجيب لك قائمة بأسماء الحسينيات اللي تدفع أكثر، وأولهن اللي يسمعني الآن الشيعي من البصرة حسينية العاشور، بيت العاشور، يدفعون 10 دفاتر، 10 دفاتر يعني 100,000 دولار يدفعون للمعمم، 50,000 دولار، 60,000 دولار ينطون باسم الكربلاء حتى يجي يلطمهم. تريد تفلسهم يا شيخنا؟ ما يصير. يعني إذا قالوا روح لله مباشر المعمم شي قاعد يبيع فصام، ما يصير. أحسن الله إليك. بقي في الرواية إكمال، خلني أكملها وعلق عليها أخي أثير. شوف إيش يقول. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك، لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ما يملكون لا نفع ولا ضر، قالوا يسيطرون على الكون، عندهم أرزاق الناس. اللهم من زعم أننا أرباب فنحن إليك منه براء، ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء، كبراءة عيسى عليه السلام من النصارى. اللهم إنا لم ندعهم إلى ما يزعمون، فلا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما يزعمون. من زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء، كبراءة عيسى من النصارى. والله الموضوع صار واضح. هذا الرضا وفي كتاب الاعتقادات للصدوق. يا أخي أثير ليش ما يقرون عليهم هذه الروايات؟ ما يقرون، ما شيخنا مش من مصلحتهم، مش من مصلحة، يعني يقرون راح تخليه يفلس. يعني عندما أنت تدليه هذه الشغلة، تدليه تقول له روح لله مباشرة راح تخليه يفلس. هو دينهم قائم على الشرك. الآن هذه الرواية ترتبط في مسألتين، مسألة المديح للصحابة ومسألة الوصية الأئمة لشيعتهم. مثلا عندك أنت الإمام الحسين، الشيعي يقرأ هذا اللي قاعد يلطم وقاعد يطبر وقاعد يشق هدومه وقاعد يدغمر مثل الخنزير ويزحف مثل السحلية، هل قرأ بكتبه أن الحسين أقسم على زينب قال لها يا زينب أقسم عليك بالله لا تشقي علي جيبا ولا تلطمي علي وجها ولا تدعو بالويل والثبور وغيرها؟ الوصية موجودة في كتبهم، والشيعي يجي يلطم ويطبر. وهذا ليش المعمم ما يقرأها عليه؟ لأنه ما حيستفيد. منو جيبات يقرأ عليه؟ إذا قرأها على الشيعي، الشيعي ما راح يستأجر معمم يقرأ عليه، لأن هذا حرام. فأنت هنا فلسته. كذلك هذه المسألة، مسألة الشرك، إذا أنت قال للمعمم قال له روح لله مباشرة، المعمم باشر منو يجي يستفسر منه؟ هذه القبور راح تفرغ الفلوس مالته. الشيعي ما راح يجي للقبر، شو يسوي جاي للقبر؟ خلاص أنا عندي الله مباشرة أدعيه. فهذه الأمور كلها من مديح الصحابة، ومسألة حث الأئمة على عدم الشرك لأتباعهم، ومسألة زواج الصحابة من أهل البيت، هاي كلها يخبونها، ما لهم بها مصلحة. واللي يتكلم بها يكفرونه مثل الطفيلي مال لبنان، ومثل ياسر عودة مال لبنان، ومثل الشيخ كمال الحيدري اللي هدم الأركان الخمسة مالت الدين الشيعي، ومثل عبد الحليم الغزي، ومثل أحمد الكاتب،
وغيرهم اللي يتكلم بها يطلعونه شاذ كافر مدفوع له من قبل الوهابيه والصهيونيه والامبرياليه العالميه لهدم الدين الشيعي، ويطلعون ارواحهم هم الصح، وهذول الشيعه العوام السذج يتبعون هذول الخطا ويخلون هذول الصح اللي هم قله قليله. اللي مستغرب منه المعمم ليش ما يقرا هاي الروايات؟ ليش ما يقرا هاي الروايات؟ ثانيا المستغرب منه ايضا اكثر استغراب اللي هو المعمم في اخر البكي بعد ما يبكي الشيعه وهو في خضم هذه العاطفه وهذا البكاء يقول لهم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. تعدي تمر مرور الكرام ما يوقف عند الشيعي، شنو معناها هذه الايه؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أشركاء مع الله؟ ماكو يا اخي. ليش يا اخي دينك مليان، دينك مليان ادله على كفر من يدعو غير الله ويسجد لغير الله. الله منو احسن، اهل البيت ولا الرسول؟ الرسول طبعا انت تقول الرسول احسن من اهل البيت. الله عز وجل يقول قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا. الرسول لنفسه ما يملك الضر ولا النفع، كيف ينفع غيره؟ يا اخي انت يا اخي هذه الروايات والله شيء عجيب. انا كهرب راسي ما يضيع الافكار. يعني انت من تروح تدعي العباس، سؤال، انت من تروح تدعي العباس، منو العباس؟ اخو الحسين. شنو قصته راح يجيب الماي السكينه؟ ايش قد المسافه بين الماي وبين سكينه وبين الماي؟ 50 متر 100 متر؟ ما قدر يوصل الماي من 100 متر من النهر الى سكينه. الامام علي ما قدر ينقذ زوجته حسب ما تقول كتبكم من ضربته وهو قاعد، من اللي ضربها وهو قاعد بالبيت. الامام الحسين ما قدر يخلص التكه مال السرواله مثل ما تقول رواياتكم من هذا الاعرابي المجرم اللي حاط عين على تكه الامام المقدسه. جيب لي الامام الكاظم ما قدر يخلص نفسه من السجن، رواياتكم تقول مات مظلوما ومسجونا، ما قدر يخلص نفسه. انتم بس فهموني، انتم عندكم تضارب وفيوز ضاربه براسكم. يعني مره الائمه ابطال خارقون يحفرون يطيرون يطقون يفلشون يهدمون، ومره مسجونين مسحولين مقتولين مضروبين مسمومين متدمرين دمار. فهموني شنو هالتضارب اللي عندكم صاير بالدين؟ يا اقوياء يا ضعفاء وجبلاء، حددوهم انت. اي والله حددوهم. خلونا ناخذ اتصالات المتصلين بس ترى قاعده تفصل، وفعلا حددوا هويتكم. يا مظلومية وتقية يا ولاية تكوينية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام بخير شيخ. يا أهلا وسهلا. الله يسلمك وحي أخ العزيز أمير القطراني الشجاع البطل. الله يحييك. والله يحيي من كل قلبي. وأنا كنت الشيعة هو ممكن يعرف من الكرد الفيلي أو يعرفني من المناطق، ما أريد نذكر المنطقة. نعم الله يوفقك ان شاء الله. تذكر الشجاع يعني فعلا هو يعني والله كل ما يقوله بكل كلماته كلمات صحيحه تخرج من داخل البيت الشيعي في العراق. والله كلامه يعني ما يحتاج بعد نعلق ونحكي، لانه هو كل عبر عن كل شيء، كل صغيره وكبيره الذي يحدث في الشيعه. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى شيخ خلق الإنسان بيده في أحسن تقويم وأجمل وجمل صورته، وأودع فيه من القوة والطاقات والمواهب ما شاء أن يودع، وفي مقدمة تلك الطاقات والمواهب نعمة العقل. فسبحان الله يعني هذول الشيعة سبحان الله بعضهم يعني انحرموا من 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 التفكير ومن من من العقل ومراجعه انفسهم، يعني عطلوا عقولهم ولا يريدون ولا يحبون ولا يسعون ان يسمعوا قول الحق. يعني الهدايه نعم، الهدايه نعم من الله سبحانه وتعالى، لكن لابد للانسان ان يسعى، يعني ان يسعى الى طريق الحق، الى يسعى الى طريق. نعم أبو أحمد. شيخ انت من نعم. شيعه الكرد؟ نعم الفيلية. نعم من الف... من ال... نعم. هل مارست الشرك يوما ما؟ والله الشيخ انا ما لحقت يعني حقيقه، يدري يعرف اخوي امير القطراني، احنا في تعرف في زمن النظام السابق ما كان ذاك يعني
كنا في ذاك الوقت كنت شباب وما يعني ما متعمق في الدين، ايوه وبعدين بعد السقوط بعد الاحتلال تضخم دين الشيعة وتبين الشركيات، ويعني اصطدمت نوعا ما. كان أزور مثل كل الناس نزور، لكن ما متعمق. نعم، دخلت في الشركيات وكنا نزور ونطوف ونذبح، يعني نعتبره تقربا إلى الله، يعني هذا من العبادات اللي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم كنا طيب، وقعنا في الشرك. نعم هل كنت تدعو الأئمة من دون الله عز وجل؟ نعم، كنا ندعو الأئمة من دون الله، نحلف بالحسين وبالعباس، الأئمة كلهم نحلف بيهم. ويعني يا أخي الشيخ، يعني الله سبحانه وتعالى غائب في بيت الشيعة حقيقة. يعني أخذ لك مثال، قبل أيام هذه الأيام اللي مر علينا، أيام طبعا أنا صار لي دخلت في السنة التاسعة من الهداية، يعني من سنة 2012، فعندي في نصف صفحاتي المتواصلة نصهم شيعة ونصهم إخواننا من أهل السنة. سبحان الله، أتابع الصفحات أهل السنة كلها التكبيرات وتسبيحات وتعظيم الأيام العشرة ومناسك، وأنظر إلى صفحات الشيعة، والله العظيم وكأنهم يعني والله العظيم أحس بأنهم حتى يعني يشمئزون من الأصوات التكبير. يعني لا عدم ذكر، لا عدم تسبيح، لا عدم، يعني شلون يدعون بأنهم مسلمين يا أخي؟ والله سبحانه، مرات بعض الأحيان أنا ما ألومهم، يعني أنا هم كنت مثلهم، لكن لا بد للإنسان أن يسعى، لا واضح. بد أن يعرف واضح. الطريق الصحيح. يعني واضح أخي يا أبو أحمد، أخونا أمين القطر. نعم شكر الله لك. بسأل هذا السؤال لأخونا أثير. و... أثير و... نعم تفضل شيخ. الشيخ من بعد نعم نعم أخي تفضل. أبو أحمد، السؤال يوجه أخونا أبو أثير أو أخونا أثير. ذكر أخونا أبو أحمد نقطة مهمة، وهي أن أهل السنة في عشر ذي الحجة يظهرون التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونحو ذلك من الأذكار الوارد منها الجزء الأول الذي ذكرته، غير ذلك مما شرعه الله سبحانه وتعالى. السؤال، هل هناك مظاهر توحيد في دين الشيعة؟ بمعنى المظاهر، ما أتكلم عن الأشياء المسطرة داخل يعني البطول الكتب ويغفلونها مثل ما قرأت قبل قليل في الاعتقادات والكشي وغيرها، لا أتكلم في الواقع الشيعي، هل يوجد مثل هذا التكبير؟ أنا دمعت عيني الآن بالسؤال هذا. أبو أحمد خل أنا شيخنا دمعت عيني، دمعت عيني بسؤالك هذا، لأني تذكرت قصة إبراهيم عليه السلام، قرأتها في أحد الكتب، ما أتذكر بأي كتاب بالضبط لأن ذاكرتي مثل ما قلت لكم تعبانة، عندما سأل جبريل عليه السلام رب العالمين، ربي لما اتخذت إبراهيم خليلا؟ فأرسله الله عز وجل قال لا اذهب وانظر. فعندما رأى جبريل إبراهيم وحده بين هذه الأمم المشركة قال لا إله إلا الله، قال أأنت قلت لا إله إلا الله؟ قال نعم، قال قلها وخذ نصف غنمي، قال لا إله إلا الله، قال قلها وخذ كل غنمي، قال لا إله إلا الله، قال قلها ثالثة وخذني لك عبدا. كلمة لا إله إلا الله، هذا السؤال مالك الآن أدمعت عيني، لأن الآن إحنا في العراق شفت ذو الحجة اللي عندكم، شفت الناس شلون مهتمين بأمور الأضاحي والصيام والتكبيرات وهذه الأمور اللي جهزوا لها، هذه ما عندنا إحنا الآن. العراق مهتمين بالتماثيل الآن حاجيك الآن، أخونا هذا الفيني اللي هداه الله عز وجل، وجميع شيء الآن قاعد يشاهدني، مهتمين الآن قاعد نصبغ التماثيل الأصنام، وقاعد نرتبها ونلبسها قمشة جديدة، وقاعد نقص خشب ونسوي حديد ونلحم للموسم مال عاشوراء. شنو عندنا احنا من مظاهر الله؟ ذبيحة ما تذبح بالشارع، يعني مر عليك يمكن قرية شيعية ما يذبح الا واحد ولا اثنين لأبوه ولا لأمه عقيقة، لكن تعال في شهر عاشور شوف الذبايح والدماء والأكل اللي ينشر. الله ما عندنا الى اي شيء، نهاية هاي العشرة
اللي تحكي عنها ما لنا فيها اي دور بالعباده، تمر وتطلع كالنار بالهشيم. انا هالساعه من ذكرتها اقسم بالله دمعت عيني، لاني امر على الشوارع ما اشوف اي مظاهر، اي مظاهر لهذا التوحيد، لهذا الدين، لهذه الاباحي، لهذا التكبير. هذه الايام المباركه صيام يوم عرفه ما عندنا هذا الشيء نهائي. عندنا هالساعه بعد كم يوم راح تشوف الشوارع راح تنملي اصنام وذبايح ومواكب ونذور لغير الله. الحسين يحتفلون بي اكثر من الله. هذا الكلام خلي يطلع واحد شيعي يقول لي انت كذاب، نحتفل بالله اكثر من الحسين. اتحدى طيب. يكذبني اي واحد شيعي. شكرا لك يا ابو احمد، شكرا لك حبيبي ابو احمد. خلنا نعطي مجال للشيعة الان يكذبون. اثير على هذا الكلام، هل عندكم تكبير في عشر ذي الحجه، العشر التي اقسم الله بها، وانواع عباده اخرى من الصيام ومن تعظيم هذه الايام؟ قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. هل غرس فيكم المعمم عباده الله عز وجل في هذه الليالي العشر، الايام العشر المباركه؟ هل قال لكم ان عشر ذي الحجه هي اشرف ايام العام؟ هل غرس هذا فيكم؟ هل علمكم التكبير فيها؟ يلا المجال مفتوح الآن، عفوا كنت أنا مسكر الاتصال، المجال مفتوح الآن لتردوا على أخينا أثير القطراني المهتدي من التشيع، اللي يريد أن يرد يرد بدليل ويذكر لي. طيب يلا جالك مؤمل يا أخونا أثير، اللي هو في لجنة الاستفتاءات الخاصة أو التابعة لمرجعية السيستاني. مؤمل حياك. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة نتكلم في موضوع الشرك، ما نتكلم غير شيء ما خالب، بس يا ليت يا ليت يا ليت تجاوب على السؤال أخونا أثير. أنتوا في عشر ذي الحجة. والله أخونا أثير أقول له اسمح لي، أنه أنت كذاب امتياز. لا 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 لحظة 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 كذاب لا 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 مو كذاب، الكذاب الذي يريد أن ينفي الشرك وهو موجود. لا لا عندنا قاعدة. لحظة أولا اعتذر عن هذه الكلمة، اعتذر قبل ما أسمح لك تشتم وتمشي. ما أعتذر، هذا كذاب. طيب. يقول لا لا اسم لله عندنا، لا موجود سبحانه وتعالى. طيب حلو خلينا فيها الكلام والتطاول ترى ما يجيب حقيقة. سؤالي الآن. لا كذاب السؤال. هذا لا هذا مدلس. اسمعني أنت إذا تشتم هذه الشتائم تظن أنك تؤثر في نفسية الشيعي، ترى هذا فاضح دين. أبدا ولا راح يقدر أرد، أنا ما راح أزعل. مؤمل هداك الله. نعم. للتوحيد اللي مو عليه مرجعك السيستاني. سؤالي لك، عشر ذي الحجة واحد رغم عن ألوفكم. طيب ما يخالف لا اليوم انت جاي متوتر واجد، اخلاق عاليه جدا. عموما هذه اخلاق السيستاني. سؤالي لك، اسمع انت كذبت الرجل حينما قال انك في عشر ذي الحجه لا مظاهر للتوحيد فيها كما هي عند المسلمين، من التكبير ومن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودات وغير ذلك. أنتم عندكم في عشر ذي الحجة تظهرون هذه الشعائر، عندكم شعائر التكبير وتعظيم عشر ذي الحجة؟ نعم تفضل. فارق لساننا، أنتم متوهمين يا أخي، أنتم جاي تكذبون علينا. طيب تفضل يلا كذبنا. والله العظيم موجودة، ولكن للاسف هذا عايش في مدرون يا دوله اجنبيه، شو مش عارف. انا بالعراق، من العراق انا وين عايش بالشارع العراقي يا دوله اجنبيه. انا من الشارع العراقي وسايق، اسمعني خلاص الكلام مالك، سايق شاحنه وافر العراق من شماله لجنوبه. طلع لي يا محافظه بها تكبير وتهليل، يا محافظه بها تكليل وتهليل وتكبير، يلا هات ليها هات ليها. هذا سوقكم، يعني احنا ما نستطيع نجاريكم فيه. وإذا أنت جاي بالحجة
أنا قلت فرق بين الواقع الظاهر، أنا أقول مظاهر، ما قلت الموجود في بطون الكتب، لأن موجود في بطون الكتب أن الأئمة لا يرزقون ويتبرؤون ويلعنون من ينسب إليهم الرزق، ومراجعك عامة مراجعك يثبتون ذلك للأئمة. أنا ما علي بالكتب، أنا موضوعي الآن في مظاهر الشارع العراقي اللي يديره المرجع. هل توجد هذه المظاهر مظاهر التكبير؟ أهل السنة صيام في العشر وتكبير، وأنا ما شفت شيعي يظهر هذا. هل هذا موجود؟ أثبت خلاف ذلك. تفضل. الجواب: عندنا قاعدة لازم تعرفها يا شيخ فراج حتى تكون الأمور واضحة. جاي تسمعني واضح؟ أي. آه. كل ما يعارض القرآن لا نعترف به، هاي أولا. حتى لو كان لحظة لحظة ثانيا لحظة لحظة ما حكمه؟ ما حكمه؟ مو ما لا نعترف به. من يعتقد بالشرك والربوبية وكذا طبعا كافر. كافر. لا نعتقد به. كافر. يتبرأ إلى الله منه. ممتاز. كافر. واحدة اللي يعتقد بالشرك. واحدة واحدة واحدة. الشرك اللي عرفته لك ذاك اليوم. واحدة واحدة والله. وعباد المكرمون. والله والله الذي لا إله إلا هو أنك ثعلب. وأنك تعتقد ما يعتقدون. وسأفضحك أمام الملأ الآن. بدلا من تطاولك كان يفترض أنك تبين حقيقة المعتقد الذي أنت عليه الآن، الذي يقول بالولاية التكوينية مشرك أم غير مشرك. يلا الآن يتعرى أمرك، تفضل. اللي يقول بالولاية التكوينية ماذا يعني؟ ماذا الولاية التكوينية؟ فسر ليها. ولاية التكوينية هم لا يتدخلون بالربوبية يا أخي، ليس لهم علاقة بالربوبية أصلا، هم عباد المكرمون لهم كرامات. يا أخي شنو مشكلتك أنت وياهم؟ أيوة ممكن تفسر لي ما معنى رب الأسرة؟ ممكن تفسر لي؟ لهم لحظة 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 فسر يا أبو الكرامات. ما يعتقدون تعتقد الولاية التكويني أي الربوبية في الأئمة، لكن يسلم عليك أسمع. يسلم عليك الصادق كما في اختيار معرفة الرجال ويقول والله ما يقدر أرزاقنا إلا الله، ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري، ويقول لك الرضا كما في الاعتقادات للصدوق اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، اللهم من زعم أننا أرباب فنحن إليك منه براء، ومن زعم ومن زعم خلني أكمل خلني أكمل ومن زعم أنت قلت أنت توقف لحظة أنت توقف لو سمحتم. لا 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 خلوني أكمل. أيوة يقاطعني لأن المقتل في الثانية عذرا. اقرأها معاي علشان تدرون أن ذولي مشركين أهل البيت يتبرؤون منهم. اقرأها معاي يا أخواني، شوفوا يا جماعة الخير في اختيار معرفة الرجال. لا لا مو هذا مو هذا مو هذا، بعد إذنك أنا وطيت لأن الرجال يقاطع، ولا بد اني اقرا ما في الاعتقادات للصدوق. تفضل يا جماعه انظر انظر انظروا معي، خلينا نشوف مؤمل ايش يرد عليهم. هذا في الاعتقادات للصدوق 100. اللهم من زعم اننا ارباب فنحن اليك منه براء، ومن زعم ان الينا الخلق وعلينا الرزق فنحن اليك منه براء كبراءة عيسى عليه السلام من النصارى، اللهم انا لم ندعهم ومنهم مؤمل والسيستاني إلى ما يزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما يزعمون. السؤال القاتل اللي الآن سيظهر الأمر أمامكم جليا، مؤمل الإمام الله أذن له بأن يتصرف في أرزاق العباد فهو يدبر أرزاقهم، تفضل. هسه تعطينا وقت ما قاطعني شرط، جاوبني على السؤال. شنو سؤالك؟ لأن أنت كلش ما شاء الله كله كاتم. شفت شلون يا جماعة؟ شنو سؤالك؟ فبهت الذي كفر. والله إنك تعرف السؤال وسامعة أحسن مني. أعطيني سؤالك، ما هو سؤالك؟ سؤالي هل أيه؟ الإمام أذن الله له وفوضه، تقولون تفويض، بإدارة أرزاق العباد فالناس تسأل منهم الرزق لأن الله أذن لهم، لا على نحو الاستقلال تقولون أنهم
يعني هو يجيبون 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 لا تقاطع لا تقاطع، هذا دليل أنك مراوغ. الله فوض الأئمة بأرزاق العباد فهم يتصرفون فيها بتفويض من الله، يعني بمزاج الإمام، يرزق فلان ولا ما يرزقه، يرزق علان ولا ما يرزقه، ويدعونهم الناس لذلك. هل هذا الله فوضه إلى الأئمة؟ تفضل. التفويض يكون بواسطة من الله سبحانه وتعالى، ليس باستقلال. يا أخي واضح المسألة، أنت فاهم وتعرف هذا الشيء، يعني مو من إرادتهم، مو من عندهم، من عندهم هذا الشرك، ولكن إذا تحت وصاية رب العالمين وإرادته، وين المشكلة يا أخي؟ يعني أنا ما قلت لك وين المشكلة ولا مو المشكلة، أنا قلت لك هل تعتقد ذلك ولا لا؟ إي إذا تحت، يعني تحت إرادة الله، يعني الله عطاهم الربوبية، الله عطاهم الربوبية. لا أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما أعطاهم الربوبية، ما أعطاهم صفات الربوبية، صفات الربوبية الله أعطاهم أنهم يرزقون الناس ويشفون الناس ويسمعون الناس. لو يعني مليار، لو مليار آدمي، مليار آدمي يكلمهم يسمعونهم، سمعهم مطلق، علمهم مطلق، قدرتهم مطلقة، يسيطرون على جميع ذرات الكون، يسيطرون على جميع ذرات الكون من قبورهم، أليس كذلك مؤمل؟ تفضل. يا أخي يا أخي أعطيني مجال، ليش تقاطعني؟ فبهت الذي كفر. هذا ما يعرف، والله دينك مفضوح، ما تقدر لا أنت ولا السيستاني تدافع عنه، دينك مفضوح. يا أخي أعطي مجال، أعطي مجال. هي الحين صار السالفة في المجال، يلا 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 جاوب، جاوب على سؤالي. الجواب يا أخي قل لك تحت إرادة رب العالمين، وهذا ليس بشرك. أي شكرا، هذا كل ما في الأمر. واضح جواب. أثير يقول لك مو شرك يا أثير، إيش رأيك يا أثير؟ يا أخي ما الدخلة هذا، ما له علاقة بأنت، صح عليك أنت. لا لا ما الدخلة، هو صاحب البرنامج، إذا ما الدخلة توكل على الله، أنت المطرود. تفضل أثير. أخي الحبيب، هذا التناقض اللي قلت لك عنه قبل شوي في الدين الشيعي، يعني رسول على بر بيدهم ملكوت السماوات والأرض، ذاك اليوم، ذاك اليوم أنا سمعت لي معمم يقول الآن كل شيء بيد المهدي، كل الكون هذا، الكرة الأرضية والشمس والأقمار والأرزاق بإيد المهدي. أسألك بالله، ما دام هم بيدهم هاي الأرزاق كلها، ليش الإمام علي من إجا يتزوج فاطمة الزهراء عليه السلام جمعوا له واحد انطاه أبريج، واحد انطاه حصيرة، وواحد انطاه مخدة، ما اشتغل ما جاب شوي من هذه الأرزاق وعرس بيها مثل الناس؟ حتى عرسه وزواجه مو مثل الناس، هم الناس جمعت له فلوس ما عنده، وكان يشتغل عند يهودي بسبع تمرات يسقي له القاع، وإجاله واحد دق عليه الباب قال له أنا أسير فأطعمة، وثاني يوم صايمين إجاله واحد دق عليه الباب وقال له أنا غريب فأطعمة، والثالث ما أعرف والله نسيت أنا، يطعمون الطعام على حبي مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ويظلون صايمين ما عندهم يأكلون، فقراء فقراء، حالتهم المادية تعبانة، يعني شلون هم بيدهم الرزق؟ يعني بس فهمني. طيب تقول هم زهاد ما زاهدين ما يريدون يستخدمون هذا الرزق، طيب ليش ما يرزقون اللي حولهم؟ أكو في ناس بالآلاف فقراء مساكين، ليش ما يرزقونهم؟ وبعدين في مسألة أخي الشيخ فراج الله يجزاه خير أحب أوضحها، ليش الإمام يلتقط من الشيعة شخص واحد؟ يعني الآن عندنا بالعراق ملايين الشيعة فقراء، ملايين الشيعة ما عندهم، ملايين الشيعة خطية ينامون بلا عشاء بسبب الحكم الشيعي الجائر الآن اللي موجود، ليش يجي الإمام يسوي معجزة لواحد شيعي وينطيه ويغنيه وينزل له معرض والبقية ضالين؟ ليش؟ ليش هذا الاختيار؟ بس أريد أفهم أنا، ليش هو نفسه ما غنى نفسه؟ ليش ما غنى اللي حوله؟ وليش يختار من بين الشيعة نفر واحد يغنيهم ولا يشافيهم؟ ليش؟ أدين عباس النجار، حياك الله عباس. تفضل عباس، قاعد أسمعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا. يلا دقيقة يا عباس، ما معي وقت. الله يحييك عباس. عليكم السلام ورحمة الله. أنا فقط أقرأ هذا الرواية من عدة مصادر، لكن أقرأها، أنت جاي أقرأ، أنا جاي أتكلم، جاي أتكلم. هذا
طيب هذا من ظواهر الكلام. يقول في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قلت له أما على الإمام زكاة؟ فقال أحلت يا أبا محمد، أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ الدنيا والآخرة، ليست الدنيا فقط يا شيخ. طبعا وتحيات الأثير هذا الناصب اللي ما حاجة يسلم عليه ويجيني. الله يحييك يا عم عباس. شكرا لك. يقول الله عز وجل في سورة النور الآية 39، الآية 39 آية سبحان الله من أمر عليها أشاهد الشيعة كلهم بعيني في هذه الآية. سبحان الله، يقول الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوافاه حسابه والله سريع الحساب. شنو فهمت شيخنا من هاي الآية؟ هذه ما تطبق على الشيعة بعد هذا الكفر كله والشرك كله والذبح كله واللطم كله والتطبير كله وتكفير الناس وقتلهم فيه من أجل هذه الأكذوبة مالتهم، ويجي عند الله عز وجل فقال للأسف الشديد كل أعمالك هذه اللي قمت بها أعمال كفرية ما ترضيني، ويتبرأ منك الإمام علي وأهل البيت مثل ما قال الله عز وجل في سورة البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وبعدين إيش؟ وتقطعت بهم الأسباب، وبعدين إيش؟ وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أخي ليش تودي نفسك لهذه المرحلة؟ أنا قاعد أقول لك اتبع أهل البيت. يا أخي شيخ فراج أرجوك في كل بداية حلقة اكتب عنوان تحت كتابة يا شيعة تبعوا أهل البيت، إحنا قاعد نقول لكم أبوس إيدك اتبع أهل البيت. أهل البيت لطموا وأنت ألطم، أهل البيت سجوا للقبور أنت أسجد، ذبحوا للقبور أنت أذبح، طافوا حال القبور أنت طوف، شركوا بالله أنت أشرك. يا أخي أهل البيت سووا اللي يسوونه، بس والله يا شيعة كل اللي قاعد يسوونه من دينكم من الألف إلى الياء ما يمس لأهل البيت بصلة، وأهل البيت بريئين منه، ويوم القيامة ينبئكم الله عز وجل كما قال ولا ينبئك مثل خبير. وجزاك الله خير شيخ. وجزاك، وهو مصداق قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الكهف. نسيت الآية في الأخير، لكن المقصود الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا والله شأن الشيعة الإمامية. يا شيعة لقد حذرك الله عز وجل وحذر أمثالك من أن تقول يوم القيامة كما قال الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إياك أن تكون من هؤلاء، إياك ممن سأل عن المرجع في الآخر ويقول يا ربي ضاعف عليه العذاب ضعفين. اللهم اهد الشيعة فإنهم لا يعلمون. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.